تابعين معكم مشاهدينا بلقائنا التالي. بنستقبل معنا دكتور رالف عيراني اختصاصي تغذية وتصنيع غذائي. موضوعنا لليوم رح يكون عن الكوليسترول. دكتور عيراني صباح الخير واهلا وسهلا فيك. دائما بناخد منك معلومات ساينتفك مش بس غذائيه لانه اكيد اختصاصك، وكمان بتصنيع التغذيه بتعرف كثير منيح الانجريدينتس اللي موجودين بكل انواع المأكولات. مشان هيك اليوم رح نحكي عن الكوليسترول، ورح نحكي هيك بطريقه يمكن مختلفه شوي حتى نعرف كل نوع وباي طريقه وكيف ناكل وشو ناكل. الكوليسترول شو هو بالبدايه نرجع نعرف عنه؟ باسكال، اول شيء بدي اقول للمشاهدين اذا بيرجعوا بيحضروا الحلقه لسبب انه اليوم بدي اعطي كثير اشياء تكنيكال لانه ما رح يمكن يستوعبوا، مش لانه ما بيعرفوا، بس بدي احكي اشياء شوي متقدمه. يعني بدي احكي انه اليوم وقت نعمل فحص كوليسترول مش دغري بنروح لدايت معين يلي هو كله خضره وفواكه، وفي كثير منهم بيقعدوا على الخضره والفواكه والحبوب وبيطلع عندهم كوليسترول. يعني بيضطر الطبيب مثلا بعد 3 اشهر بنروح عمله دايت على 3 اشهر اللي بعده عالي بيرجع بيضطر يعطيهم دواء. اور اليوم بدي احكي شوي عن الاسباب يلي بيعلى فيها الكوليسترول، مش دائما شيء معين اما بتكون من الاكل اما بتكون جينيتيك، لما بنقول اوقات وراثي هو اجمالا، بس لا في غير اسباب. يعني بدنا نعرف نقرا فحص الدم تبعنا وعلى اساسها، يعني في ناس بنضطر نعطيهم لحمه وبنضطر نعطيهم دجاج ونعطيهم بيض تيوطى الكوليسترول. دونك يعني مش كل حاله بحاله، كل حاله بحاله. استعرض اليوم كم حاله عنهم. يعني هلا هو الكوليسترول باسكال منه عاطل، الكوليسترول هي ماده كثير مهمه بتدخل بتركيب الخليه، بتدخل بتركيب الهرمونات تبعولنا خاصه ستيرويد الهرمونز، هرمونات الانجاب. يعني وبدي اقول شغله انه الكوليسترول بحد ذاته هو بيحمينا من السرطان. يعني شغلته كثير مهمه بالجسم. هو تاكسد الكوليسترول وخاصه تاكسد ال LDL، يعني الموليكول بالكوليسترول يلي بتكون هي من إلا البات كوليسترول، الكوليسترول السيء، هو وقت يتأكسد أما يلتحم بالسكر من إلا جلايكيشن، وهلأ بدي أحكي عنها، هيدي هون بصفة خطر علينا. ليه؟ لأنه بيقدر يفوت لقلب الشرايين ولقلب الخلايا، وبالتالي بيجذب جهاز المناعة ظنا به جهاز المناعة أنه هو عم يحمينا تيتخلص منه، بيصير في التهابات، وبالتالي النيوتروفيلز يعني احد انواع الكريات البيض بتتحول لماكروفيجز، وبصير في تتراكم وبيجي الكالسيوم وبيجوا الفبرين والفبرينوج، يعني بصفي المشكله وببلشوا ينسدوا الشرايين. وبالتالي هون اللي بدي احكي هو عن التاكسد تبع الكوليسترول، مش كالكوليسترول بحد ذاته، الكوليسترول كثير منيح للجسم. برجع بقول تاكسده اما علوه بشكل غريب. هلا مثلا رح اعطي مثل وقت نعمل فحص دم ونشوف الكوليسترول، اذا الكوليسترول عالي والتريجليسيريد فوق 80، مشان هيك عم بقول يا يرجعوا يحضروا الحلقه بدي احكي اشياء، يعني يمسكوا فحص الدم ويشوفوه. والتي اس اش، تي اس اش يلي هي انديس لوقت نفحص الغده، مثلا بيطلب منهم الطبيب يفحصوا التي اس اش والاف تي 3 واف تي 4 للغده، اما اف تي 3 اف تي 4. إذا كان التي اس اش أكثر من 2، ونحن بنقول الغدة ببلش ما تشتغل أما فيها بشكوا بمرض فيها، وقت يكون التي اس اش فوق 3.5 أما 4، بقول الطبيب لا بدنا نعمل انفستيجيشن شوف بركي في نوديول، بركي في شيء، بركي هاشيموتو، إنه مشاكل عنا. أنا عم بروح لأقل، يعني إذا كانت التي اس اش 2 أما فوق 2 يعني بعدها نورمال، أوكي، والتريجليسيريد فوق 80 والكوليسترول عالي يعني فوق ال 180 اما فوق ال 200، وبالتالي منشك انه الكوليسترول بيكون جاي من وراء الغده، من الا هايبو فانكشن برايمري. برايمري شو معناتها برايمري؟ يعني يمكن الغده يعني بنعرف نقرا فحص الدم، يمكن هيدي الغده رايحه تتمرض، رايحه لمرض معين، وبالتالي دائما بتنطلب لانه بيطلبوا دائما كوليسترول وكوليسترول بس ما بيطلبوا التي اس اش. ما هو دائما كثير من الاطباء بلا بيطلبوها بس نحن تنعرف، لانه اذا هون الحاله بهالحاله اذا اعطيتيه عدس وفول وحمص وبروكولي وارنبيط وفجل يلي هن بنظرنا بوطوا الكوليسترول رح يعلى الكوليسترول لانه بكون دمرت للغده. يعني هون وشو من لوين بنروح؟ بنروح لدواء وبناخذ الدواء وبيطلعوا انزيمات الكبد وبناذي الكبد وبناذي الكلاوي تبعنا
وبلشوا عضلاتنا يوجعونا، وبالتالي بعض الكوليسترول عالي بصير يعطوا دواء تاني معه. لا، ما انا هون مثلا بهيك وضع، هيك شخص بدك تعطيه سمك كتير، بدك تعطيه شاي كتير، بدك تعطيه لحمه كتير، يعني بدك يكون نسبه البروتينز باكله تتعدى 30 ل 35% اكونديسيون يكونوا الكلاوي تبعوله منيح، يعني انه بدنا ندرس الوضع ككل. وبالتالي هيدا انسان اذا اعطيتيه لحمه واعطيتيه سمك رح ينزل عنده الكوليسترول، بينما اذا اعطيتيه عدس وفول وحمص رح يعلى الكوليسترول. يعني الجايد لاينز اللي كنا بنعرفهم من زمان هول خلص، يعني انه ولا الزمن عليهم يلي بيمشوا على حالات معينه ثانيه. في عنا حالات تانية مثلا باسكال بكون عنا مشاكل بالغدد الفوق الكلاوي، من إلا الأدرينال جلانز أو الأدرينال جلانز لجلاند سورينال، يعني بالعربي الغدد القذرية اللي بيفرزوا الكورتيزول والكورتيكوستيرويدز كلهم، وبيفرزوا الأدرينالين والدي اتش اي اي، يلي دي اتش اي اي يلي هي بتأسس تنعمل هرمونات الذكورية التستوستيرون وغيرها، واما الهرمونات يعني الاندروجينز الهرمونات النسائيه كمان مثل البروجستيرون واتسترا. مهم، اذا كان عندنا كمان تريجليسيريد فوق 80 والكوليسترول فوق ال 180 والبوتاسيوم نازل، اوكي يعني البوتاسيوم معدله يمكن 3.2 3.5 لل 5، اما 5.5 حسب كل مستشفى مع كل لابوراتوار شكل. اذا كان البوتاسيوم نازل وكان التريجليسيريد طالع شوي فوق 80 والكوليسترول فوق ال 200 مثلا، اما فوق ال 180 هون بيكون عندنا الغدد الفوق الكلاوي ما عم بيشتغلوا مزبوط. يعني هيدا شخص ما عنده كوليسترول من ورا الكبد، اما اريديتير، يعني يمكن يكون under stressful conditions، يعني عامل ستريس قوي. بفتره الستريس بنفرز كثير كورتيكوستيرويدز وبنفرز ادرينالين، من بعدها بنعمل ادرينال اكزوستشن، بصير الانسان بيتعب. لاحظي باسكال وقت نكون بفتره المشكل اما بفتره الضيقه بنكون كثير قوية، من بعدها ببينوا الاعراض علينا. هون لانه هاي الغدد ما بتقعد تشتغل. نحن عندنا اكس كثير مهم باسكال، عندنا الغده النخاميه البيتوتري جلاند مع الثايرويد مع الادرينال جلاندز بيشتغلوا مع بعضهم، مرورا بالبانكرياس مشان الانسولين، يعني كله مربوط ببعضه. ما فينا ناخذ أورغان أما غدة لوحدها تشتغل. فبهالحالة باسكال بكون العلاج بغير شيء، مش يعني الأكل، بالأكل كمان. بالأكل كمان، بس بكون بدنا نلعب على الأمينو أسيدز، يعني مننقي الأكل يلي فيه لايسين أكتر ويلي فيه برولين أكتر. يعني بتكون التوصية تبعنا مثل شو يعني؟ يعني بيتجه أكتر صوب البيض. أوكي، واي بيض يعني البيض البلدي، لانه بالبيض البلدي بيكون في برولين اكثر، وبينما بيكون في هيستيدين اكثر اذا ما كان بلدي. وهون قديش بقولوا القلبين والاجبين بيعلوا الكوليسترول، هول الاشخاص بالذات، هول الاشخاص بالذات القلبين والاجبين ولو كاملين الدسم رح يوطوا الكوليسترول عندهم. فدونك باسكال هي القصه، قصه انه السبب يلي بودي لهيدا الشيء، مش انه يلا كوليسترول جايد لاينز بدي امشي عليهم. في مره كنت معك على الهواء عبر سكايب وحكينا عن قصه البيض، سكرت وقتها عن البيض، كنا عم نحكي عن الارتكار الهايفز الحساسيه، وقتها قلنا البيض بهالحاله نجرب نبتعد عنه. زتيت كلمه بعدين رح احكي عنها، اذا البيض بيعمل كوليسترول هاد الدايلاما بيعمل اما ما بيعمل. ان فيت باسكال صفار البيض ما بيأثر على الكوليسترول تبعنا اجمالا، يعني في دراسات كتير، في ناس يعطون 18 بيضة بالنهار لمدة شهر اما شهر ونص ويعطوا 18 صفار، يعني تصوري ويطلع الكوليسترول عادي عندهم، وحتى تريجليسرايد عادي، لانه بالبيض في مواد مثل الفوسفوليبيدز لاسيثينز والفيتامين بي 5. اليوم مثلا باليابان بيستعملوا فيتامين بي 5 البنتاثاين تيوطوا الكوليسترول والتريجليسيريد، لانه بيشتغل على الريسبتور تبع الكبد. هيدا غير موضوع. اللي عم بقوله انا انه مزبوط في ناس يمكن يعلى على البيض الكوليسترول، بس في كثيرين ما بيعلى. مثلا بهالحاله اللي حكيت عنها هلا اللي عندهم ادرينال هايبو فانكشن، يعني الغدد الفوق الكلاوي ما عم تشتغل مزبوط، هول الاشخاص شو بحسوا مثلا؟ بحسوا سقوعه بايديهم وباجريهم دائما، بحسوا اذا وقفوا بسرعه بدوخوا،
بيطلبوا سكر لان بيعملوا هايبوغلايسيميا، بيقولوا لك عم ننسى كثير، اما عم بغبشوا عيوننا، اما عم نعرق عرق مسقع، بيوجعهم اسفل ظهرهم، واذا ناموا وقاموا بعد الظهر بقوموا مفقوسين ودغري بدهم يتجهوا لفواكه، ما بدهم يتجهوا لشيء حلو. هول الاشخاص بنقول لهم عندهم ادرينال اكزوستشن، فوقت يعملوا فحص الدم ويلاقوا هالاشياء عاليه معهم ككوليسترول، ما بيكون لانه وراثي عنده الكوليسترول، لانه هن ما بيشتغلوا هالغدد مزبوط. وبالتالي هون البيض بنعطيهم البيض، لازم لهم البومين ولازم لهم برولين، هيدي شغله كثير مهمه بالنسبه لهم. وهول الاشخاص اللحمه الحمراء خاصه اذا كان في قدامهم بي اور او كمان لازم لهم لحمه حمراء، بس اي لحمه حمراء اكيد الجراس فاد، الحيوان يلي بيرعى كمان نوع الامينو اسيدز البروتينز يعني المواد الاسيد امينيه اللي بتكون البروتينز تختلف عن الحيوان يلي بيكون قاعد ونحن عم نحط له العلف تبعه. اكيد انا كلنا يعني ضد الجروث بروتين فاكتورز يلي بحطون بالعلف وهالاشياء، لانه بتغير بتكوين اللحمه، وفي يعني مثل مواد الداي اثيل ستيلبسترول اللي بيعطون اياهم حتى يكتر اللحم تبعهم، يكتر العضل تيبيعوا اكثر تيوزوا، ما هو بيبيعوا على الوزن يعني. وبالتالي هيدي كثير مأذيه، انا اكيد نحن مع انه ما ناخذ هيدا الشيء. دائما حديثي هو موجه عن الاشياء يلي هي تاكل من الطبيعه مش عم نطعميها، انا مع انه اكيد وقت الدجاج يحطوا له جروث روتينج فاكتور والشو اسمه كله بده يتاثر، والالبان والاجبان لان كله بده يتاثر، اكيد مش عم بحكي عن هذا الشيء، عم بحكي عن الاشياء الطبيعيه يلي يعني بطبيعتهم الاكل باسكال ما له علاقه بتعليه الكوليسترول. نحن عندنا 20% دايتري كوليسترول، يعني الكوليسترول بيجي من الاكل 20%. 60 ل 80% من الكوليسترول جسمنا بيعمله بالكبد اكثر شيء، وبيعمله بالمصران، بيعملوا بكميه كثير كبيره. وبالتالي بالاعضاء تبعنا نحن بنعمل من فبرك كوليسترول، بس المركز الاساسي هو الكبد. مشان هيك معظم الادويه يلي تعطى تارجتنج تبعها، الهدف تبعها انه الكبد ما يعمل كوليسترول. فهمت كيف؟ وخاصه ما يحول الفي ال دي ال ل ال دي ال كوليسترول لانه بيتاكسد. هلا بدي احكي عن شغله ثانيه، الاشخاص اللي عندهم سكري اجمالا بيعملوا اثرهم يعني شرايينهم بتسطم، يعني بصير عندهم يا تكلس يا انسداد باثيروماس بالشرايين. ليش؟ لانه هول الاشخاص السكر بدمهم مش مزبوط، وبالتالي ال دي ال تبعهم يلي هو الكوليسترول العاطل يلي انا قلت انه بحد ذاته ال دي ال ما بيأذي قد ما هو وقت يتأكسد. بنقول له جلايكيشن، شو معناتها جلايكيشن؟ وقت السكر يكون عند هول الاشخاص عالي والميتابوليزم تبع السكر مش مزبوط عند الاشخاص يلي بيكونوا بري ديابيتيك، يعني معرضين انه يعملوا سكري او معهم سكري او عندهم جلوكوز ديس ريجوليشن، يعني اوقات بيعلى السكر اوقات بيوطى السكر. وبالتالي هول الاشخاص السكر ان كان عالي ولا ما كان عالي بيلتحم بالال دي ال، وقت يلتحم بنقول له البروسس جلايكيشن، يعني بصفي موليكيول السكر ملزقه بالال دي ال. وقت تلزق بالال دي ال بتصير اثيروجينيك، يعني بتفوت لقلب الشريان، بيلتهي بالجسم، بيلتهبوا الشرايين. مشان هيك هون بنفحص السي ار بي، سي رياكتيف بروتينز، وقلنا الطبيب انه اذا هيدك عالي هيدا شيء مش منيح لانه بأثر كمان على امراض. بس مش دائما بيطلع عالي السي ار بي، يعني بضل في شيء اذا رشحت شوي يمكن بيطلع عالي. لا هون بالحاله المرضيه اكيد، مثلا كيف اوقات بيعرفوا انه انت مقربه، اما في انفكسيون فيرال، فهمت كيف؟ انه خلينا اذا بدي ارجع على موضوع السكري، يعني مثل ما ذكرت كنت عم تحكي على كل موضوع، يعني هيدا كمان دراسه لوحده واكل لوحده وطريقه لوحده. يعني بهالحاله مريض السكري مش لازم، يعني يلي عنده كوليسترول عالي ما بقى، يعني كمان هون الحبوب اما البقول ما عم بقول بدنا نقطعهم باسكال، بس هالاشخاص بدك تعلي معهم بالبروتينز. برجع اقول اكونديسيون انه يكونوا الكلاوي منيح، يعني ما يكون عندي نفرتك سندروم، ما يكون عندي الكرياتينين بلش يعلى، البيو ان بلش يعلى، جلوميرس فلتريشن ريت يكون عبيوطة تحت التسعين، يعني انه هول الاشخاص اكيد كل حاله بحالتها بندرسها،
بدنا نعطيهم كمية بروتين أعلى من غيرهم، أوكي، والتركيز بيكون على الدجاج، على صدر الدجاج. رح أشرح لي. اليوم نحن كمتممات غذائية لكتير ناس من إنهم تضلون صبايا وحلوين، ومش بس لكن البشرة بتعكس كيف أعضائك. يعني اليوم وقت بدك تجدد البشرة باسكال وتخليها نظرة وما تجعد وما تترهل، بده يكون كبدك منيح، وبده يكون الكلاوي منيح، وبده يكون كل التيسو والأورغان منيح. أحد هالإشياء هو الجلايكيشن. الجلايكيشن وقت السكر يلتحم بالLDL ولا السكر يلتحم بالبروتينز، وهيدا أحد أسباب الختيرة اللي منختير فيها. وعم بحكي عن ختيرة الأعضاء، يعني بلشوا يموتوا الأعضاء، وبالتالي الميتوكوندري مركز الطاقة بالخلية ما عاد يشتغل. وبالتالي نحن مش نحن يعني إنه العلماء قدروا يكتشفوا مادة اسمها كارنوزين. هالمادة الكارنوزين اللي معمولة من البروتين تمنع هيدا الشيء. يعني اليوم وقت المريض السكري بده يلتحم السكر تبعه بالLDL، وهون الخطورة، أوكي، بدنا نعلي له نسبة الكارنوزين. بهالحالة مش قصة أنا عم بوطي له الكوليسترول، بوطي الكوليسترول بعطيه بروتين دايت، مش مشكلة. كارنوزين بشو منلاقيه؟ ولا كارنوزين أكتر شيء منلاقيه بصدر الدجاج. أوكي. موجود بغير مأكولات حيوانية. ولكن نحن بدنا بالنهار تقريباً 500 ل1000 ميلي جرام كارنوزين، ما يعادل تقريبا بين 150 ل200 جرام دجاج. مش بالضرورة اكلهم بالوقعة الوحدة، بقدر اقسمهم على وقعتين. يعني وقعة يمكن تكون مع رز بقشره مع كينوا وشوية سلاد، اما عشية بتكون بالسلاد، انه سيزر سلاد مع حسب اذا بنقدر نعطي مايونيز اما لا، اما دايت مايونيز، لايت مايونيز، اما فيجيتيريان مايونيز، ديبينز حسب كل حاله. بس هالقد دقيقه، يعني مثل ما قلت يمكن الواحد بس بيروح بيقرا شو المأكولات يلي بتفيد الكوليسترول وبيمشي فيها. ما هي بس كيف حصات يعني عم تطلع معهم كل شيء، هيدا الشخص شو بيعمل ما وشو بيأكل؟ ما برجع بقلك بالفانكشنال ميديسن، يعني بدنا نقرا فحص الدم، ما بالضروره يكونوا عاليين. يعني مثل ما قلت لك انه بالغده تي اس اتش 2 يعني معدله 2 منه عالي، الانسان نورمال. بس وقتها بدي لاقي انه تريجليسيريد طالع فوق 80 والكوليسترول طالع فوق ال 180 لل 200، وي سسبكت، بنشك دغري انه نحن رايحين على مرض غده. وبالتالي الكوليسترول العالي شو بدي، هذاك غير موضوع بنبقى نحكي عنه. دونك الكوليسترول الطالع بدي اعطيه نظام غذائي غير المتفق عليه عالميا. يعني مشان هيك الحاله بحالتها بدها تكون هيدا مهم جدا. ليه؟ لانه اليوم تنحسب مثل ما قلت، اما بحاله السكري اوكي بدنا نوطي الكوليسترول، طب ما لازم نعطي الماده الكارنوزين ولازم نعطي بروتين. امتى تركزتي انت على البقول والحبوب والرز بقشره يلي هن منهم غلط، والقمح اللي بقشره والخبز القمحة الكاملة واليا لطيفة ويلي هن منهم غلط، وزيت الزيتون كلهم عظيمين جدا، انا مني ضدهم، بس انا عم بحكي عن بورسنتاجات معينة. يعني طب ما قد ايه عم تعطيه بروتينز؟ ليش عم تقطعوا عن الألبان والأجبان؟ ليش عم تقطعوا عن اللحم؟ ليش عم تقطعوا عن الدجاج؟ بهالحالة ما رح يقطع عنده الكوليسترول، حيضطر الطبيب لأن بده يحميه رح يعطيه دواء، ويمكن دوايين ويمكن ثلاثة. فوقع برجع أعمل أنا ستريس على الكبد. هلأ ليك برجع بقليك، إذا كان فاميليال أما هيريديتري، يعني الكوليسترول وراثي بدهم ياخدوا دواء شاو أم أبو، أوكي هالدواء بيكون طبيعي، أما هالدواء بيكون بدهم يلحقوا تعليمات حكيمهم. أنا مش عم بحكي هيدا الشيء، أنا اللي عم بقوله إنه بهيك وضع وقت تكون مش سبب وراثي، انا عم بعمل ستريس على الكبد، عم بعمل ستريس على البنكرياس، عم بعمل ستريس على الكلوي، وبالتالي واخذ الدواء حيأذينا اكثر، ببلشوا يطلعوا انزيمات الكبد مثل ما حكيت بالاول، وبلشوا يطلعوا الاوجاع واتسترا اتسترا. فهون بدنا ننتبه لهيدا الشيء، منهين كثير على الشخص، يعني انه نلحق شو السبب. يعني بدنا نعرف نقرا فحص الدم تبعنا، ما عم بطلب منهم هن يقروا فحص الدم تبعهم، بس ما يجوا منهم لوحدهم. ماليش وقتها مثلا يطلب الطبيب يطلب كومبليت بلاد بانل، بيطلب الكريات الحمر، الكريات البيت اتسترا اتسترا، وبيطلب السي ار بي، وبيضرب التي اس اتش. ليه بيطلبهم؟ متى يعرف مزبوط ليش الكوليسترول عليه. فهمت كيف؟ بيرجعوا منهم لوحدهم، يمكن حرام تيوفروا بالاوضاع،
بقوم بيعمل بس فحص الكوليسترول. فهمت شو قصدي؟ مش بكون الطبيب طالبه، هو منه لوحده بروح سيلف بيعمل تيست، انه سيلف بيكتب سيلف بيقول لك شو بده يكون حقه، بيعمل بس الكوليسترول. طب ما انت ضيعته للطبيب تبعك وضيعتنا يعني وضيع حالك. ما اللي بدي اقوله انه ما نعمل فحص كوليسترول لوحده، هو كله بدنا نعملهم مع بعضهم، الكومبليت بلوت بانل بده ينعمل تنعرف وين السبب. دكتور بدي احكي شوي عن النفخه يلي هي كمان يمكن اللي معه كتير كوليسترول ومعه نفخه ويمكن بصير ياكل حال حبوب وكل الانواع يلي حكيت عنها يلي هي اوريدي اذا عندك هيدي المشكله بتصير تتفاقم، على شو بتتوجه بهيدي الطريقه؟ ولا هي بتاذي ولا بس لان عنده نفخه؟ ما هو حسب ليكي، حسب كمان اسباب النفخه. يعني هل هالشخص اللي عنده نفخه، هذا موضوع كتير كبير نحكي عنه كتير حلو، هل أسباب النفخة هي لأنه أنا ما عم بهضم؟ يعني مثلا نحن منبلش نهضم من التم، طب هل أنا عندي مشاكل هضم؟ يعني المعدة ما عم تفرز أنزيماتها، البانكريا ما عم يفرز أنزيمات الهضم، المرارة أما يلي شيء المرارة خلاص ما في مواد ما بيهضمها، وبالتالي بدهم ينزلوا يتخمروا بالمصران، بدهم يتكاثروا الشامبينيون والبكتيريا العاطلة، بدهم يعملوا هيك. في غير سبب كمان، في أوقات يلي بناخد أدوية الأنتاسيدز، الأدوية يلي بتمنع فرز الأسيد بالمعدة، طب ما هاي الأدوية كمان تمنع الهضم تبعنا، فبقى وبالتالي وقت ما نهضم بده يصير عندي كمان نفخة وغازات. اوقات بيكون اخذين انتيبيوتيك وما بناخذ بروبايوتكس المضبوط للانتيبيوتيك، وبالتالي اللي بيصير معنا باسكال انه بدنا نربي شامبينيون بالمصارين، الشامبينيون بدهم ياكلوا عنا، وقت ياكلوا بيمتدوا بكل المصران، اوقات بيكون عنا مشاكل تشنج بالمصارين وبكون عنا جيوب بالمصارين كمان يؤدونا الى النفخه، وبالتالي في عده اسباب للنفخه اللي بتصير معنا. والنفخة أوقات كتير بتساعد مثلا بتعمل وجع ظهر، لأنه المصران تراي دايمنشنال يعني ما بينفخ بطني بس، ما بيضرب على ظهري كمان، عندهم أوجاع ديسك بزيد كتير وقت يصيروا عندهم نفخة لدرجة ما فيهم يمشوا. في أشخاص بصير في عندهم هبوط بالمبولة، أجالك بصيروا يبولوا كذا مرة بالنهار، وكل ما يشربوا مي بيبولوا كمان، بيكون أوقات ضغط المصران عليهم، أوقات بيضغط لفوق لأنه المصران بيجي هيك بيضغط على غشاء القلب، وبالتالي كمان بيعمل اعراض مثل الذبحه القلبيه، بفكروا انه عنده انجينا باكتوريس، بكون انه ما بكون عنده شيء بالشرايين، بكون كله من وراء النفخه. ففي عده اسباب تؤدي الى النفخه. هل اشخاص يلي ما بيهضموا ما عندهم هيك، البقول والحبوب معقوله تسبب لهم النفخه، الفواكه المجففه يمكن تسبب لهم نفخه، مثلا اذا في شامبينيون مثلا، كثره السكر اللي فيها سكر، في منهم عندهم انتوليرانس مش سيلياك ديزيز، مش عندهم حساسية على الجلوتين، الجلوتين أما الجلوتين موجود بالقمح مادة الألفا جلايدين، لا بيكون عندهم انتوليرانس، انتوليرانس يعني بمرحلة معينة ما فيهم ياكلوا منتجات فيها جلوتين أما جلوتين، وبالتالي الجلوتين وقت ينزل بخلي جهاز المناعة تبعنا يحاربنا، وقت يحاربنا بنفرز مادة كتير بشعة وثقيلة اسمها هيستامين، يعني تنقول المعدل تبعها 0.4 بتصير 40,000 بالمصران، وبالتالي بصير عنا أعراض غريبة عجيبة وبتأثر على المود تبعنا. ياما في أولاد عندهم attention deficit disorder أما عندهم توحد، كتير من الأوقات طبيب بيقول لهم عملوا لي فحص إذا عندهم لاكتوز انتولرنس أما عندهم مش حساسية على القمح، عندهم جلوتين انتولرنس، لأنه بده يؤثر على الأعصاب تبعهم، لأنه بنعرف إنه خلية الدماغ هي خلقانة من زيت ستام سيل تبع خلية المصران، وبالتالي في كونكشن كتير كبيرة بيناتهم. من هالمنطلق كمان هون يا باسكال، مش كل علاج النفخة إنه إيه يلا اشرب ينسون، إيه يلا اشرب بزر الشومر، لك لا، إنه يمكن يساعدك بل بالعكس يمكن يخفي المشكلة. يعني فهمت شو قصدي؟ يعني بيكون في يمكن مشكله عويصه، يمكن يكون لا سمح الله في توليل ماليني، يعني انه مالجننت، يعني ما بتكون اما تيومور معين بالمصران، يمكن يكون بنا، يمكن بناين، يعني ما له شيء، بشيله بالنضور الحكيم، بس اكيد كلهم بيزرعون تيشوفوا، بس اوقات بيكون مش شيء مش منيح. يعني ما نستهوين الاشياء، هلا اذا نفخه كلت ما بعرف شو تبوله انتفخت ثاني يوم رحت النفخه سفا، بس النفخه مع اوجاع وهالاشياء بتاثر. هلا ايمتى النفخه بتساعد انه يعلى الكوليسترول اما ياثر الكوليسترول سلبا علينا؟ وقت يصير في التهاب. بالالتهاب بده يعلى السي ار بي،
سي رياكتيف بروتين. يلا السي رياكتيف بروتين بيتحرك جهاز المناعة ضدنا، وبالتالي ببلشوا الانتما يعني المجرى الشرايين من جوا يبلش يخزن هالكوليسترول المأكسد. هلا في اشياء باسكال كمان نحن يمكن اكيد بلبنان بيقدروا يعملوها، بس عم يعملوها اون ريسيرش ليفل يعني بالابحاث. ال LDL ليك باسكال 60% من اللي موتوا ذبحة اما لا سمح الله بصير عندهم ستروك جلطة ما بكون عندهم كوليسترول. هو ال LDL العاطل بكون نوعه عندنا تقريبا شي 7 انواع، كل ما يصغر ال LDL ويصير مور دانس اتقل كل ما يتاكسد اسرع. يعني الاشخاص اللي لو عندهم، في ناس عندهم LDL عالي اوكي بس بكون ال LDL تبعهم واسع وكبير ما بخوف مثل اللي عندهم ايه، بكون ناس عندهم ال LDL عادي باسكال عادي جدا وتحت المعدل وبالتالي بيعملوا انسداد شرايين. في عده اسباب، في اوقات نقص الفيتامين K2، نقص الفيتامين دي، الK2 مش الK1، K1 تي عنده غير اشياء بقوي العظم، بسخر الدم، بيساعد كواجوليشن احسن ما واحد يعمل نزيف، بيساعد الجروث عند الاولاد، بينما الK2 هو يلي ما بخلي الشرايين تتكلس، ما بخلي المفاصل تتكلس، هيدا شغله كثير مهمه وما صار له زمان مكتشفين، يعني بقول ما صار له زمان يعني عم بحكي 40-50 سنة يعني انه، وبالتالي هلا كثير بيصفوه كما كمتمم غذائي بنقول له المينا دايون اما مينا كوينون، هو الفيتامين K2 يلي هو كثير مهم وبحالات كثير كوليسترول بنوصفه وبنعطيه حتى نجرب قد ما فينا نخلي شراييننا مفتوحه. دكتور هون بأي وقت لازم ناخذ الدواء؟ أكيد كل حالة لوحدها مثل ما صح. كنت عم بتقول، وهل أوقات في أشخاص بس بياخذوا الدواء لأنه مش عم بينزل معهم الكوليسترول ما بيستشيروا حدا، هل فيهم يرجعوا يوقفوه إذا هن عم بياخذوه عشوائيا وفي طريقة للأكل باسكال هلا هو أكثر شيء ما كل حالة بحالتها، طبيبهم بيقول لهم كيف ياخذوا الدواء منه أوقات الصبح أوقات عشية، أوقات بيعطي أدجنكت يعني بيعطي نوعين أما ثلاثة من الدواء حسب اذا لقى انه على دواء واحد. حتى الادويه بتختلف كثير بين المريض صح، بس لانه في ادويه ستاتنز مثلا بتشتغل على ريسبتور بالكبد حتى الكبد ما يعمل ماده اسمها HMG كوريدكتيز، هاي الماده بتخلينا نفبرك كوليسترول اكثر، وبالتالي بيعطوا هالدواء حتى ما تفبرك، بس في عندنا بدنا ندفع فاتوره حقها، في ماده اسمها كو انزيم كيوتان اللي هي اصل الشباب والقوه والطاقه والحيويه وبتمنع التاكسد وهي اللي بتربي العضل وهي بتحمينا من عده امراض سرطانيه، هالماده بتروح من الجسم، مشان هيك اللي بياخذوا منه كثير دواء ستاتنز بصفي عندهم اوجاع عضلات اوقات بصير عندهم اوجاع عظم، اوقات بيعملوا ديبرشن بيتضايقوا، فهمتي كيف؟ واضطر هون الحكيم بيعطي معهم هالماده اللي اسمها كو انزيم كيوتان. هلا بالنسبه للستاتنز هون بدي اوضح شغله انه بليز ما ناخده ما نكتر النعنع بأكلنا وما نكتر الجريب فروت والبوملي لأنه دغري منضرب الكبد ومنأذي الكلاوي، بيتفاعل معهم بيتفاعل أنفان بالأنزيمات يلي ما بيخلوا الدواء يأذينا، ما بتعود تشتغل هالأنزيمات الموجودة بالكبد وموجودة بالمصران اسمهم P450 انزيمز أما كو انزيمز، فبقى وبالتالي انه يلي عم بيسمعوني بياخذوا هالادويه يبتعدوا عن مبدئيا عن هالمأكولات. هلا العنب بأثر شوي بس مش كل هالقد الدراسات بتأكد. في عنا غير ادويه باسكال بتمنع الريسبتور كمان للكوليسترول، بس هون اكيد بيصفهم طبيب، بتمنع الريسبتور بالمصران انه يلقطوا الكوليسترول من الاكل. هون مش الهدف تبع الكوليسترول من الاكل، نحن وقتها نمنع الكوليسترول يجي من الاكل كبدنا ومصراننا بيعمل ريسبتور يعني لاقطات موجودة بتسحب ال LDL من الدم وبتخزنه بالخلايا، وبالتالي بيوطى الكوليسترول. من هالمنطلق نحن بنعطي شيء اسمه بلانت ستيرولز، شيء طبيعي، شيء بيستخرجوه يعني من البقدونس من البقلة. ليه البقلة بتوطي الكوليسترول؟ بتسمع انه البقلة بأفت بتساعد كتير، ليه؟ لانه بتمنع الكوليسترول الجاي من الاكل يلي هو بالنسبة لإلي تريفيال بسيط ما بهمني، بس وقتها تمنعه جسمنا بيخلق اشياء بتلقط ال LDL وبتفوته لقلب الخلية، دونك بيصير في كليرنس بالدم بيوطى ال LDL كوليسترول من الدم. دكتور نحن بدنا نشكرك دائما على المعلومات يلي بتعطينا اياها. خلصنا وان شاء الله قريبا بنحكي عن موضوع جديد. ميرسي لك. ثانك يو مشاهدينا، بريك ومنرجع لكم.
Thank you.